ببلغ الشباب وببلغ الناس كلها 3 مليون 600 منتخب في اسكندريه اتمنى اشوفهم. للاسف انا شايف طبعا اللجان لسه انا بتمنى ان هو يوم عمل فعلا بالظبط كده فالناس لسه ان شاء الله بعد الظهر نشوف. انا الحمد لله لفت طول النهار باذن الله بس اتمنى الوعي يكون موجود كمان الاختيار يكون صحيح عشان خاطر احنا مش هيكون عندنا حاجه بعد كده.